السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بورتال. إن شاء الله بإذن الله زي ما وعدتكم النهاردة هنبتدي أول درس من دروس الدبلومة اللي أنا وعدتكم بها، دبلومة الفول ستاك ويب ديفلوبر. هنبتدي إن شاء الله النهاردة أول درس في كورس الـ HTML. واحدة واحدة كده واحنا ماشيين مع بعض ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تبقوا متابعيني اول باول وتشتركوا في القناة، واللي عنده اي استفسارات يكتب لي سواء على صفحة الفيس عندي او سواء على القناة، وانا تحت امركم في اي وقت. النهاردة ان شاء الله هنبتدي بكورس الـ HTML. هنعمل introduction كده في الفيديو ده عن الـ HTML، ايه هي الـ HTML، وظيفتها الـ function بتاعتها، خلاص وتستخدم في ايه. في ناس كتير بتقول على HTML programming language، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ تعالوا نعرف كل الكلام ده مع بعض كده. اولا ال HTML هي اختصار ل Hyper Text Markup Language. Hyper Text Markup Language هي لغة ترميز وليس لغة برمجة، تمام؟ ليس لغة برمجة. لغة البرمجة زي مثلا ال PHP، زي ال C#، زي ال Visual Basic .NET، زي بايثون، كل ده يعتبر لغات برمجة. انما بالنسبة لـ HTML هي لغة ترميز بترمز لشيء معين، بمعنى ان انا يكون مثلا احنا عندنا اي ويب بيج ممكن تتكون من او الاليمنتس بتاعت الويب بيج عموما ممكن تبقى تكست، ايمج، فيديو، اوديو، تمام؟ العناصر دي انا برمز لها عن طريق حاجة اسمها تاجات، هنتكلم عليها دلوقتي. التاجات دي خلاص بترمز لعناصر صفحة الويب بيج. احط الصوره دي مثلا فين على الصفحه بتاعتي، احط النص ده والعنوان ده فين مكانه، تمام؟ اكتب عنوان معين لتايتل معين، استخدم بعض التولز الخفيفه كده. كل الكلام ده هنعمله ان شاء الله من خلال HTML واحنا شغالين مع بعض. بس قبل ما ندخل في عندنا بعض الديفينيشنز لازم نكون عارفينها، نمشي مع بعض واحده واحده كده. طبعا WWW واللي هي World Wide Web، تمام، شبكه المعلومات العالميه. كلمة HTML اختصار لـ Hyper Text Markup Language، تمام؟ عشان نبقى عارفين، لازم نبقى عارفين refers to ايه. HTML refers to Hyper Text Markup Language، خلاص، هي Text Formatting Language. طب كلمة URL المقصود بيها اللي هو أو Uniform Resources Locator، اللي هي لما بيجي نكتب عنوان موقع للإنترنت فبقول له www.youtube.com، ده اسم الـ URL الخاص بالويب سايت بتاعي. عشان كل المصطلحات دي هنستخدمها واحنا شغالين خلال الكورس ان شاء الله، فلازم نبقى فاهمين معناها ايه. طيب البراوزر، ايه هو البراوزر؟ هو البروجرام اللي يستخدم للنافيجيشن اون ذا انترنت، تجول او فتح صفحات الانترنت، خلاص. زي عندنا اشهر البراوزرز، عندنا انترنت اكسبلورر، عندنا الاوبرا، عندنا جوجل كروم، عندنا الفايرفوكس، هم كتير، خلاص. ده يسمى browser program وهنستخدمه برضو في شغلنا. طيب هنا انا بقول لك normal text surrounded by brackets tag، يعني انا لما باجي اكتب استخدم تاجات في HTML، بستخدم حاجة في HTML، دايما بنستخدم حاجة اسمها tag اللي هي علامة bigger than و smaller than ما بينهم اسم التاج اللي انا عايزه، خلاص، ده يسمى tag. واروا لكم دلوقتي عملي. وصفحة ال HTML لازم تبقى منتهية، ال extension بتاعها منتهي ب .htm or .html، ينفع كده أو كده. طيب إيه هي ال editor المستخدم؟ HTML editor يعني editor المكان اللي أنا هكتب فيه. أنا عايز أي program، خلاص، أي program ينفع للكتابة، ينفع ال word، ينفع ال notepad، ال wordpad، ينفع تكست دوكيمنت عادي خالص، بس انا افضل ان احنا نستخدم بعض برامج الديفلوبر، البرامج المخصوصه للاديتور في كتابه الكود، زي عندنا سبلايم وده اللي انا بحب استخدمه، تمام. عندنا البراكتس، عندنا الاتوم، عندنا بي اتش بي ستورم، عندنا نيد بينز، ايكليبس، عندنا نوت باد بلس بلس، دي كلها كل واحد هو حر يستخدم اي اديتور فيهم. انا ما بقولش لحد حاجة معينة، كله ينفع. ان شاء الله تستخدم نوت باد برضو صح، بس الميزة في الاديتور ان هو اللي هو اللي انا قلت عليهم، ان هو بيساعدنا في كتابة الكود وبيسهل علينا حاجات كتيرة جدا زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. طيب نيجي بقى للتاجات اللي انا بتكلم عليها دلوقتي. ادي علامة ب
bigger than او smaller than وعلامه bigger than، واكتب التايتل او اكتب التاج اللي انا عايزه خلاص استخدمه. ده كده اسمه تاج. معظم التاجات في ال HTML لها حاجه اسمها close tag، اللي هو علامه اصغر منه وعلامه اكبر منه، واكتب برده الاسم اللي انا عايزه بس مسبوق بكلمه بعلامه سلاش. خلاص ده اسمه close tag. يبقى مش كل التاجات لها close tag. خلاص يعني بفتح التاج اللي انا عايزه بالشكل ده واقفله بالمنظر ده. خلاص هنا بيتكلم بيقول لك ان لغه ال HTML not case sensitive، ليست حساسه لحاله الاحرف. ممكن نكتبها كابيتال، ممكن سمول، مش هتفرق معانا. يعني ممكن تكتب كده، ممكن كده، ممكن كده، الثلاثه صح. طيب هنا بيقول لك الفرق ما بين الايديتور. طبعا انا قلت كل واحد هو حر في الايديتور اللي بيعمله، بس هنا انا كاتب لك اهو بعض البرامج بتعمل جنريت لاكواد ال HTML لوحدها، بتساعدك جدا جدا في كتابه الكود، تعتبر كويكلي وايزي. خلاص طيب انا ده برضو بيتكلم ايه افضل تكست اديتور. طبعا دي براحتك. في عندنا بعض التكست اديتور بتعمل لك باج، اللي هو بتقول لك في عندك خطا هنا، تمام، فيكس باج، ان بتقول لك في خطا في الكود هنا او هنا او هنا، بحيث ان انت لو عندك خطا تكتشفه قبل ما تبتدي ترن. مش زي النوت باد. النوت باد انت بتكتب ملوش علاقه بقى، مفيش فيه فيكس باج ان يقول لك في خطا هنا او لا. ماشي يا شباب. طيب طبعا هنا بنشرح طبعا ان احنا هنبتدي نعمل بروجكت ازاي. بص يا شباب، اللي احنا هنحتاجه بقى في الكورس بتاعنا ان شاء الله، هنعمل فولدر. جوه الفولدر هنحتاج ملف تكست عادي، وهنسميه اي اسم، بس يبقى في نهايه الاسم .html زي ما هنشوف كمان شويه. بعد كده بحتاج براوزر. خلاص يكون عندك براوزر، اي براوزر انت تفضله، جوجل كروم، انترنت اكسبلورر، زي ما انت عايز. فقط هو ده اللي محتاجينه، وحتى مش محتاجين اتصال بالانترنت. طيب تعالوا نبتدي مع بعض ونشوف الاستراكشر بتاع صفحه ال HTML بيكتب ازاي. تمام، وهنكمل مع بعض في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.